برحب بدكتور طارق سعد نقيب الإعلاميين. يا دكتور طارق مساء الخيرات، ازاي حضرتك؟ اهلا بك عمرو بيه وبكل متابعيكم. الله يخليك. اكيد طبعا دكتور طارق، برضو من الجيل واحنا صغيرين استمتعنا بهذه القيم وبهذه الاخلاقيات اللي نتمنى ان هي تتكرر، هل تتفق معانا في ده؟ لا بتفق بنسبة 100%، طبعا هذا كلام لا جدال ولا نقاش ولا فصال فيه. الراحلة طبعا أستاذتنا كلنا وأستاذة الأجيال اللي سبقتنا كمان الأستاذة فايزة واقف، يعني خليني أقول لحضرتك وأضيف على الشعر بيتك، يعني إنها يعني قدمت قالبا برامجيا لم يكن موجود في الإعلام العربي بصفة عامة ولا في الإعلام المصري. هذا القالب البرامجي اللي هو يدمج بين الدراما وبين الأداء الحواري والاستعانة بكبار الخبراء والمستشارين في المجالات المختلفة، زي ما حضرتك قلت وبأكد عليها تاني طبعا، وهذا لفظ عبقري، إنه الهدف من هذا القالب هو بناء الأسرة، هو بناء البيت، هو المساعدة في تكوين حياة سليمة، وتقديم النصيحة والمشورة من أهل الخبرة وذوي الاختصاص. ده كله موضوع مهم جدا. اللي موجود دلوقتي ان احنا بنشوف ناس كتيره جدا بتطلع على كثير من المنصات بتفتي بما لا تعلم وبتتحدث في كافه المجالات دون تخصص ودون اجازه والناس اي، بتصدق يا دكتور طارق في البيوت سواء للاسف رجاله او طبعا. ستات، وده اللي بيعمل يعني طبعا. مشاكل، وللاسف معظمها بينتهي بالطلاق يعني. بالتاكيد هي مسؤوليه اجتماعيه كبيره جدا على الجميع في هذا التوقيت، والشيء بالشيء يذكر، يعني ما قدمه الأسبقون من أساتذتنا الكبار في مجال الإعلام قد إيه إن هم كانوا بيساهموا في بناء الأسرة، في تراحم المجتمع، في تكاتف العائلة المصرية بصفة عامة. هذا ما أحوجنا إليه في هذا التوقيت، ونتمنى يعني في قادم المواعيد إن نشوف قوالب برامجية هادفة، يعني نتمنى هادفة الأسمى، يعني إنها تكون ترسيخ أواصر المحبة بين المجتمع ومن ثم الأسرة المصرية. طبعا نتمنى ده، نضم صوتنا مع صوت حضرتك، ونتمنى كنقابة إعلاميين إن هي تعيد لينا تاني ونذكر تاني بهذه القامات. إيدين حضراتكم معانا، ونطلع من الأرشيف ونلقي الضوء مرة تانية، سواء من اللي موجودين معانا، ربنا يا رب يديهم الصحة وطولة العمر، من كبار الإعلاميين أو حتى ممن رحلوا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والحقيقة أنا بشكل شخصي كان ليا الشرف. أنا طبعا التقيت بمدام فايزة في التلفزيون المصري وأنا واحد من أبنائه، وكان ليا الشرف الحقيقة، وكمان التقيت بها هنا في برنامج من مصر، وكانت ضيفة عزيزة جدا 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 على برنامجنا، كان في ديسمبر 2019، وكان الحقيقة حوار جميل وحوار راقي وكل ود، واستمتعت بهذا اللقاء أيما استمتاع الحقيقة، لأن قامة كبيرة بحجم أستاذة فايزة واصف، مش من السهل إن الواحد يقعد مع كثيرين من أمثالها رحمة الله عليها ويتعلم منهم فن الحياة قبل كمان فن المهنة اللي احنا بنأديها أمام حضراتكم.